مساء الخير. النهاردة معانا فيديو جديد وهنعمل حاجة سهلة جدا بكوباية دقيق وشوية زيت بس. هنعمل حلوة حلوة جدا وسهلة جدا. هنشوف هنا اول حاجة هنعمل مقادير الشربات او السيرب بتاع الوصفة دي. كوباية ونص من السكر، زيهم كوباية ونص من المية، ومعانا هنا عصير نص ليمونة، ومعانا كيس فانيليا. في كسرولة كده او في اي طاسة هنحط السكر ومعاه المية، وهنحط عصرة الليمونة وكيس الفانيليا ونسيبهم على النار. تاني حاجة معانا هنا المقادير الوصفة الاساسية. معانا هنا كوبايتين من الدقيق، ونص كوباية من الزيت، وكوباية من المية، وكيس فانيليا او معلقة صغيرة فانيليا، ومعانا كمان ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. معانا هنا اول حاجة في حلة او كسرولة هنحط كوباية المية، وهناخد كمان معاها نص كوباية الزيت، وهناخد الفانيليا، خدنا المقادير كده وهنرفعها على النار. كده احنا رفعناها على النار، واول ما بتبتدي تغلي زي كده هنطفي عليها النار ونشيلها. دي كده المية والزيت بعد ما غلوا كده بالشكل ده، هنبتدي نضيف الدقيق ونقلب. كده اهو قلبت العجينة كويس جدا. بعد كده هناخد ربع معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة، ونقلب. كده احنا هنشكل كده الوصفة بتاعتنا دي. واللي ما عندوش ام بلح الشام يستخدم عادي بتاع البيتي فور، بس يختار الشكل اللي هو بتاع بلح الشام. هنشكل كده اهو الشكل اللي احنا عايزينه. لحد ما نخلص باقي الكمية بالشكل ده. ده انا شكلت كل العجينة اللي عندي بالشكل ده. بعد كده هنروح نقلي. هنا في طاسة على النار، اول ما الزيت يسخن كويس كده نروح ننزل الحلوة بتاعتنا. لسه كمان عايز يسخن تاني. كده الزيت سخن خلاص، لازم الزيت يبقى سخن علشان متفكش مننا. لازم الزيت يكون غزير كده ومغطي الحلوة بتاعتنا. نكمل بقى لحد ما كل الكمية نخلصها. وده كده الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا. حلوة جميلة جدا وسهلة، ومفيهاش اي مكونات غير الدقيق والزيت. مكونات سهلة جدا، مش مكلفة خالص، واقتصادية جدا. جربوها تعجبكم جدا. ده كده انا بعد ما قريت كل الكمية دي حطيتها، وبعد كده طلعتها على طول في السيرب او الشربات اللي احنا كنا عملناه في اول الوصفة. يا رب الوصفة تعجبكم.